بمجرد ما أذكر لك اليهود اللي كانوا عايشين في مصر وخاصة في القاهرة، لازم يتبادر في ذهنك حارة اليهود. حارة اليهود مش مجرد حارة زي ما الناس بتتصور، ولكن حارة اليهود هي حي كامل موجود في قلب القاهرة القديمة، ما بين القاهرة الفاطمية أو قاهرة المعز وقاهرة الخديوية، في المنطقة الأكثر كثافة سكانية والأكثر عراقة في القاهرة. اليهود في القاهرة مختلفين عن اليهود في اسكندرية نوعا ما. ازاي اليهود اتجمعوا في المكان ده؟ واشهر اليهود اللي كانوا موجودين في حارة اليهود، وحارة اليهود ازاي اليهود بالكثافة اللي كانوا موجودين فيها سابوا مصر؟ وهل فعلا الرئيس جمال عبد الناصر رحلهم قسريا وبالعافية من القاهرة او من حارة اليهود؟ معكم اخوكم محمد عاصم، ما ننساش ندوس اللايك المتين واشتراك بالقناة. السلام عليكم واهلا بيكم. حارة اليهود، بمجرد ما انت بتتكلم عن حارة اليهود يبقى ما ينفعش ان احنا نتكلم عليها كده الا لما نعود بالتاريخ لورا. حارة اليهود ازاي اتكونت وازاي نشأت، واليهود دول جم منين؟ الحقيقة ان اليهود في الاسكندرية كانوا تاريخيا اكتر من اليهود في القاهرة، ولكن مع وجود الفاطميين ابتدى الازدهار لليهود وان هم ييجوا بالذات في القرن الاثناشر. في القرن الاثناشر كانت اكبر جالية يهودية كانت موجودة في مصر في القاهرة، تخيلوا. ومنهم ايضا هنذكر موسى بن ميمون. مع نهاية الدولة الفاطمية وصلاح الدين الايوبي، الدولة الايوبية، كان موسى بن ميمون مشهور جدا، كان الطبيب والفيلسوف المشهور جدا موسى بن ميمون، وسبق وعملت عنه فيديو، وكان من اقرب الناس الى صلاح الدين الايوبي. فكان في الفترة دي كان وجود وكثافة لليهود. كانوا اليهود اللي موجود دول اليهود القدامى اللي نقدر نقول عليهم اللي هم اصبحوا هنا مصريين عبر مئات السنين. زي ما عارفين ان اليهود عبارة عن اشكناز وسفرديم، سبق وايضا كلمت عن اليهود القراؤون. اليهود ايضا ليهم مسمى اليهود الربانيون واليهود القراؤون، واليهود الربانيون اكتر من اليهود القراؤون، ولكن في مصر في القاهرة القديمة هنا كانوا اليهود القراؤون كانوا اكتر. لغاية سنة بقى القرن التسعتاشر 1865، وفي الفترة دي مع افتتاح قناة السويس ابتدى مجموعة من اليهود ييجوا هنا على القاهرة، بس ما جوش كده مرة واحدة، يعني جم منين بقى؟ هقول لحضرتك القصة وما فيها. famille juive née en Égypte mais d'origine par notre père d'origine espagnole. il semble que ce soit des gens qui ont quitté l'Espagne au moment de l'Inquisition. الموضوع ابتدى من سنة 1492 من سقوط غرناطة في الأندلس. فمين اليهود في اللي هاجر وسافر على بلاد المغرب العربي اهو، اللي هي المغرب الأقصى والأدنى والأوسط علشان محدش يزعل، وأيضا كان في منهم هاجروا على مصر، وفي منهم كتير راحوا على تركيا. اللي راحوا على تركيا استوطنوا وعاشوا في اسطنبول وغيره، قعدوا ومكثوا في تركيا أجيال بتلاحق أجيال وهم بيتحدثوا التركية وحياتهم في تركيا. ولكن جم ابتدوا عايزين ان هم يحصلوا على بعض الجنسيات، خاصة في منهم كانوا حصلوا على الجنسية الايطالية، راحوا قالوا ان احنا كنا بعد الهجرة من اسبانيا راحوا على اوروبا وقالوا احنا عايزين ناخد الجنسية بتاعتنا، وقالوا احنا من اسبانيا هاجرنا على ايطاليا وحتى قعدنا جنب بيزا وقعدنا فترة، فاحنا لينا الحق ان احنا ناخد الجنسية الايطالية. وخد بالك في فرق كبير برضو ما بين الصهاينة واليهود. نحن لا نكره اليهود كديانة ولا نكره اليهود لأنهم يهود، ولكن نكره الصهيونية لأنهم اغتصبوا حقوق أخواتنا الفلسطينيين ومغتصبين الحقوق وليهم جرائم كتيرة. ولازم برضو نبقى مفرقين ما بين اليهود وبنو إسرائيل والذين هادوا وأصحاب السبت، في تفرقة أيضا ما بينهم. فإحنا عشان بس نبقى مستوعبين إحنا بنتكلم عن يهود مصر، ليس ناحيتهم أي ضغينة أو كراهية إلا الأفعال اللي عملوها. بس نرجع تاني لليهود اللي راحوا على تركيا بعد ما حصلوا على الجنسية الإيطالية، كان بيعلموا أولادهم في المدارس الإيطالية في تركيا، ولكن مع خفوت نجم الدولة العثمانية وابتدى اضمحلال الدولة العثمانية في نهايات أيضا القرن التسعتاشر، ابتدت هجرات منهم تمشي من تركيا، وجي منهم
على هنا القاهرة. فابتدى من هنا التجمع بتاع اليهود. لما جم راحوا على حارة اليهود. طب ازاي اليهود اصلا القدامى اللي كانوا مستوطنين مع بعض اللي هاجروا على مراحل متفرقة في سنة 1848 كلهم مع بعض استوطنوا في منطقة حارة اليهود اللي هي العتبة والمسكي والجمالية. وحي اليهود ده بيضم ما يقرب من 360 حارة وزقاق. إذن المكان كبير، كان بيضم يهود وكان بيضم من الأقباط وبيضم من المسلمين، وكان ليهم المداخل الرئيسية وكان ليها بوابات وبتتقفل بالليل. ولكن كانوا مختلفين عن اليهود اللي في أوروبا، بمعنى إن اليهود اللي في أوروبا كانوا مستقلين لنفسهم، منعزلين لوحدهم، ليهم أحيائهم لوحدهم. ولكن اليهود اللي هنا في القاهرة اللي استوطنوا في حارة اليهود في القرن التسعتاشر زي اللي جم في سنة 1848 واللي جم بعدها، البداية كانت في 1848 ب5000 يهودي وبعد كده زاد العدد. هم اختاروا في قلب القاهرة، وده يحسب لينا في تاريخ مصر لأن ما كانش فيه أي تفرقة عنصرية دينية ولا عرقية، سواء ما بين مسلم ولا يهودي ولا مسيحي، ولا زال لحد دلوقتي ما عندناش أي تفرقة نهائي. ولكن هم اللي عملوا كده، وهم اللي سببوا في الجرح والشرخ الكبير ده، وهقوله لحضرتك لاحقا. والحاجة التانية اللي أيضا مهمة، إن حارة اليهود لغاية النهاردة مسمها حارة اليهود، ده مهم جدا عشان ده اللي بيبين إن هم اللي أصحاب العنصرية، وإن هم اللي سابوا الوطن وراحوا مكان تاني، بل إن هم حاربونا إحنا، حاربوا الوطن القديم اللي كان المفترض، لكن هم ما عندهمش وطن. ولكن على العموم هم قعدوا في منطقة حارة اليهود ليه بقى؟ لأن هم كانوا أصحاب حرف وشاطرين جدا في أعمال الصاغة، الذهب، الحرف اليدوية، كانوا مشهورين جدا بصناعة الخزن. حتى في 3 حارات في منطقة حارة اليهود اسمها الخزانين، 3 مناطق اسمها الخزانين، كانوا مشهورين جدا بصناعة الخزن لان هما كانوا بيحبوا جمع الفلوس وان هما يخزنوا ويحطوا القرش على القرش. ولكن في اراء تانية بتتكلم على ان اليهودي اللي كان في هنا في حارة اليهود كان منزه نفسه، ما كانش كلهم، يقولك ان كان فيه وفيه، مش كله كان بخلة، في منهم اللي كان فييس وبيصرف وبيهتم بمظهره وبيصرف اللي هو معاه والقرش اللي معاه ومنزه نفسه. ودول اللي نقدر نقول عليهم اللي في حارة اليهود اللي كانت النواة لظهور اكتر وانتشار اليهود هنا في مصر، بمعنى ان كان في مجموعة من المشاهير الكبار على النحو السياسي وعلى النحو الفني. يعني كان عندنا الطاوي باشا، الطاوي باشا ده اللي كان يعتبر وزير المالية بعد ثورة 1919، الطاوي باشا اللي مراته كانت أليس، أليس دي كانت الوصيفة للملكة نازلي أم الملك فاروق، والطاوي باشا كان عضو في مجلس النواب. عندنا أيضا عائلة مصيري اللي كان الكبير بتاعها والأب الروحي نسيم مصيري اللي جه وهاجر في مصر في عام 1749. عائلة مصيري دي كانت عندهم أموال كتير جدا، وهم اللي عملوا فندق مينا هاوس وعملوا فندق سان ستيفانو. وعندنا أيضا عائلة نادلر، عائلة نادلر دي كانت مشهورة بصناعة الحلويات الجميلة. وفي عائلة اسمها عائلة سوارس، عائلة سوارس دي بقى دول كانوا عندهم آلاف آلاف الأفدنة. مش كده وبس، كان في رفائيل سوارس اللي هو أنشأ البنك الأهلي المصري، عملوا دور سينما، ساهموا في إنشاء خطوط السكة الحديد، كانوا عندهم شركة نقل ركاب. وعائلة عدس، عدس المشهورة جدا اللي شاركوا مجموعة من اليهود، وكان عندهم بقى هانو، شاملة، صدناوي، عمر أفندي، المجموعات الملابس دي كلها كانت أصلا يهودية، فكانوا بيملكوا من عصب الاقتصاد المصري بشكل كبير قوي. ومن المشاهير حدث ولا حرج، عندك الفنانة نجوى سالم، عمر الشريف، الفنانة ليلى مراد، التلاتة دولت أسلموا والتلاتة دولت فضلوا المكوس في مصر. ولكن في أيضا مجموعة من اليهود. Je m'appelle Joyce Blow. Je suis née en Égypte il y a maintenant 77 ans. Et je suis de père et de mère qui sont nés également en Égypte. Mais ce sont leurs parents à eux qui sont venus de l'étranger.
ma grand-mère, mon grand-père paternel Nathan Blot était un enfant de victime des pogroms en Europe qui s'est retrouvé tout enfant en Égypte, vendu par dans un bateau d'enfants recueillis en Roumanie. À 6 ans, il a été recueilli par une famille juive qui l'a élevé et puis qui l'a envoyé en France faire des études de français. Et il est revenu, il a enseigné le français. Il s'est marié, il a eu 6 enfants, dont mon père. Moi, j'habitais Chari Adli Bacha, donc en plein centre-ville, au coin de la rue Madeldine et la rue Adli Bacha. C'était l'immeuble Gattegno. Je travaillais à Babellouk. عندك ليليان ليفي كوهين اللي هي كاميليا. راشيل إبراهام ليفي اللي هي رأية إبراهيم الجاسوسة اللي تسببت في وفاة واستشهاد العالمة المصرية سميرة موسى. في عندك أبو نضارة، في عندك توجو مزراحي، في عندك مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير اللي عملوا في السينما المصرية، وده كان كله جانب. والجانب التاني اللي هو الجانب الفقير أو اللي هو كان البسيط اللي كان بيسكن في حارة اليهود. حارة اليهود يعني الاسم اللي احنا شفناه في مسلسل رأفة الهجان ديفيد شارل سمحون، هو أصلا الاسم ده فعلا موجود، وفي بيت في حارة اليهود اسمه ديفيد شارل سمحون، بس أصلا رفعت الجمال ما كانش اسمه الحركة ديفيد شارل سمحون، هم خدوا من الاسم ده، لكن كان اسمه معروف في دولة الكيان الصهيوني جاك بيتون. وكانوا في العموم اليهود اللي في حارة اليهود كان اللي بيغتني منهم يروح بقى على منطقة باب اللوق عبدين. اما بقى اللي بيغتني اللي هم الاثرياء من رجال الاعمال اللي بيطلعوا بقى ويقبوا على وش الدنيا من اليهود اللي اصلا من حارة اليهود، في منهم راحوا حارة اليهود اللي في السكاكيني اللي في العباسية، وفي منهم راح على مصر الجديدة. اذا كانت حارة اليهود مفرخة اليهود في الاقتصاد في القاهرة، وكان ليهم المعابد، وكان فيه 13 معبد، مفيش غير 3 معابد بس هما اللي موجودين، زي معبد موسى ابن ميمون، ومعبد موسى ابن ميمون اللي انشئ في سنة 1204، وكان فيه معبد تاني كان اسمه حييم كابوسي، ومعبد اخر كان اسمه بار يوحاي في شارع الصقالبة. تتبدل على نتجوز ونعيش هنا، ما احنا عايشين هنا كويسين، وبعدين احنا مولودين هنا، بلاش على نتجوز ولا بحوش قرشين نطلع بيهم على فرنسا. وكان الخواجة سوسو اللي في مسلسل رأفة الهجان كان برضو ده كان معروف جدا، الخواجة سوسو اللي هو بتاع الساعات، وفي الخواجة داود. خواجة داود ده بقى كان أكبر واحد بتاع ربا، كان اللي عاوز فلوس من عينيا يا حبيبي بس مضينا على شوية الكمبيالات وامضي وطلع بالآجل. فكانوا بيعرفوا كويس قوي يجيبوا الفلوس. كان عندهم يوم السبت ده زي ما قلنا، كانوا حتى بيسموه في حارة اليهود المسلمين كانوا يسموه سبت النور. كانواش يقربوا من كبس كهرباء عشان يولعوا النور، ما يقلوش اي حاجة وما يشتروش بنفسهم طبعا اي حاجة. كان يجيبوا المسلمين يندهوا عليهم، عزراء ينده على محمد الصغير، ينده عليه يقول له تعالى، يقوم يديله تفاحة او ده بكلام شهود العيان اللي هناك، او يديله مثلا قرش ساغ ويقول له مثلا روح اشتري لي كذا. الكلام ده كان يوم السبت. وكانوا عندهم صيام، الصيام ده كانوا بيصوموه ايضا زينا اثنين وخميس طول عمرهم، بيصوموه لمدة 6 اسابيع، وفي السنة الكبيسة بيصوموه لمدة 8 اسابيع، وييجوا في المعبد بيبدأوا الصيام وبينهوا الصيام. وانا ما بتريقش على فكرة نهائي، انا بتكلم بجد. وكانوا يتلوا 15 جزء كده من التوراة علشان يطردوا الشيطان، وبعدين يجيبوا ذبيحة ويقوموا دبحينها علشان يكفروا بيها عن الخطايا بتاعتهم. jusqu'au 24 décembre 1956. Voilà, je suis juif, j'étais égyptien. فبنلاقي ان النسيج اليهودي او اليهود في المجتمع المصري كان مندمج، الى ان ابتدت مغادرة اليهود من حارة اليهود ومن مصر. ولكن مشيان اليهود لما قالوا ان رئيس الراحل جمال عبد الناصر طرد اليهود وأممهم وعمل الكلام ده كله، ما كانش بصراحة هو ده السبب الرئيسي. خروج اليهود من مصر تم على كذا مرحلة. المرحلة الأولى كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية، لما كان هتلر بيقرب بالجيش بتاعه على مصر، فبعض من اليهود اللي هنا خافوا إن هتلر
يدخل ويتمكن من مصر وتبقى مشكلة بالنسبة لهم. فمين اليهود اللي كانوا بياخدوا عضوهم ويهاجروا على جنوب أفريقيا؟ ولكن الأغلبية فضلوا هنا في مصر لغاية 1948 وقيام الكيان الصهيوني واغتصابهم لدولة فلسطين. ومن هنا ابتدى يحصل الصدع والشرخ داخل المجتمع المصري، وفي كتير منهم رحلوا من بره مصر، ولكن في برضه استوطن هنا في مصر لغاية سنة 1956. والعدوان الثلاثي اللي عمل شرخ أكتر جوه المصريين، وفي منهم رحلوا، فضيحة سوزانا لافوم اللي سبق واتكلمت عنها عملت أيضا شرخ، لأنهم كانوا بيتعمدوا إن هم يعملوا تفجيرات في الأماكن اليهودية علشان يشوهوا سمعة مصر، لغاية سنة 67 اللي معظمهم مشوا من مصر وتفضل مجموعة تقدر بالألافات البسيطة. تقريبا لغاية سنة 2003 كان اللي فاضل حوالي 5000 وشوية، وغاية سنة 2009 كان فاضل منهم أعداد بسيطة جدا، لغاية النهاردة اللي فاضل منهم مجموعة ما يتعدوش على صوابع الإيد الواحدة، اللي بترأسها الطائفة وتحية إليها السيدة ماجدة هارون، هي وأهلها. السيدة ماجدة هارون هي رئيسة الطائفة اليهودية هنا في مصر، اللي متمسكين بالبلد وفضلوا متمسكين ومرضوش ورفضوا إنهم يكونوا صهاينة. الاتنين ماشيين مع بعض. نعم. يعني بعتز بمصرياتي زي ما بعتز بيهودياتي. نعم. هم جزء من تكويني وكانوا جزء من تكوين والدي. والدي رفض يسافر، ولان ده بلده، حقه يعيش في بلده ويموت في بلده. وبالتالي انا مثله، دي بلدي وحموت في بلدي وحدفن في بلدي. فبالتالي لما نبص هنلاقي ان مسمى حارة اليهود ما هوش مجرد مكان تواجد فيه اليهود هنا في مصر، بل ان له معاني كتيرة. ليه معنى تاريخي بيبين ان مصر احتضنت كافة الاديان وما كانش عندهم عندنا اي عنصرية خالص، ولكن هم اللي خلقوا العنصرية. ليه معنى قد ايه الشعب المصري بيكون نسيج واحد؟ اتمنى المعلومات البسيطة دي تكون نالت اعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على مشاهدتكم للفيديو. ما ننساش بقى اللايك، ولو حضرتك اول مرة تشوفني اهلا وسهلا بيك، تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، واشوفكم على خير. السلام عليكم. Thank you.